وسط الله صبانا ورعانا فيك نغينا الهوى في مهده وضعنا لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا إصبعا، ما لأحجارك صما كلما هاج بالشوق أبت أن تسمع. هذه أبيات أمير الشعراء أحمد شوقي لمسرحيته التاريخية قيس وليلى، وهذه الأبيات كأنها على لسان قيس مخاطبا جبل التوبات، بناها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. فكرت وقلت كيف جبل التوبات كان بطل هذه الأبيات وبطل هذه الأغنية؟ ممكن لأنه جبل مليء بالذكريات، الأماكن والمواقع التي طوم بالذكريات القديمة هي في الحقيقة أماكن تنبض بالحياة مهما طال الزمن. لذلك الشعراء والأدباء كتبوا القصص والروايات والمسرحيات لكي يعيدوا لنا الماضي المكتوب، ورسموا صورة فنية للماضي بشكل يعيدوا لنا للحياة. وجبل التوبات مكان له ذكريات وله حكاية. اسمي مصطفى العيدروس، وهذه مدينتي جدة اللي ولدت فيها ونشأت فيها، وعندي فيها ذكريات كثيرة وشهدت الجزء الأكبر من حكاياتي.